السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنكمل كلامنا النهاردة في الجزء بتاع السي ان اس. تالت حصة اتكلمنا على الجنرال انستيزيا، اتكلمنا على السيداتيف والهيبنوتيك، المهدئات والملومات وبتاع. نخش بقى في الجنان النهاردة، الشيزوفرينيا، انفصام الشخصية. ألف واحد بيتكلم في دماغي، نفس اللي بيحصل لكم كده ساعة المذاكرة بتاعة الكيمياء قبل الامتحان بتاع الكيمياء، ساعة ما أحس بقى إن إيه الدنيا كلها أنا بعتمد عندي بطلوا كلام كده يعني. إيه الأدوية بتاعة السايكوزس؟ إيه الأدوية بتاعة الشيزوفرينيا اللي إحنا هنسميها الميجور بقى ترانكلايزر، المهدئات التقيلة بقى، الكلام يعني بتاع الناس اللي بايظة خالص، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة. صفحتين بس يعني كلام تقيل شوية ومهم شوية، فنركز مع بعض. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تعالوا نبدأ اللعبة بتاعتنا. إحنا بدأنا الكلام في السي إن إس، وبدأنا بأول كلاس خالص، كنا بنتكلم على الجنرال أنستيزيا، واتكلمنا بعد كده على الأدوية المهدئات السيداتيف والهيبنوتيك. والسيداتيف والهيبنوتيك قسمناها لثلاثة كلاس كبار. البنزو دايازيبين، اتكلمنا بعد كده على الباربيتوريت بالتفصيل، بالبريباريشن، بالأنواع، بكل العك دوت، واتكلمنا على الأذر سيداتيف والهيبنوتيك. كل الكلاسين دول في الميكانيزم بتاعهم كانوا بيزودوا الجابا افكت، بيزودوا الاكشن بتاع الجابا على الجابا ايه ريسبتور، عن طريق ان هم بيشتغلوا على الالوستيريك سايت. ده الكلام بتاع واحد واثنين. احنا الكلام بتاعنا النهارده بقى هنتكلم على ثالث حاجه في السي ان اس، وعايزين نتكلم على الادويه اللي بتشتغل كانتي سايكوتيك. احنا بنتكلم على الادويه اللي بتعالج السايكوز السايكوتيك. طبعا البي ديت سايلنت، فبنتكلم على الادويه اللي بتعالج السايكوزس او الشيزوفرينيا او الاسكيزوفرينيا، اللي هي بيسموها الميجور ترانكلايزر او المهدئات بقى الثقيله. ماينور ترانكلايزر اللي هم السيداتيف والهيبنوتيك، دول بيسموهم ماينور ترانكلايزر. لكن الميجور ترانكلايزر هي الادويه اللي بتستخدم في علاج السايكوزس. من اول بقى الادويه بتاعت السايكوزس نفهم من العلاج بتاع امراض السي ان اس ما هوش سهل. دايما دايما لما بتصلح حاجه بتبوظ حاجه، زي المسرحيه بتاعت ايام زمان كده، اصل لما جيت الم البنطلون الجاكيت اتضربت. فهو المشكله ان مثلا السايكوزس دوت هو عباره عن بالانس ما بين الدوبامين والاسيتايل كولين. الفكره ان الدوبامين لما بيزيد هيعمل لك سايكوزس، فالمنطقي ان انت علشان تعالج السايكوزس دوت يبقى انت محتاج تقلل الدوبامين. بس لما بتقلل الدوبامين هيدخلك في مرحلة باركنسونيزم، هيدخلك في شلل الرعاش. علشان تعالج الشلل الرعاش ما انت هتزود دوبامين، يروح مدخلك في مرحلة سايكوزس. فهي المشكلة دايما في كده، البالانس دوت لما بيتلخبط ما بتعرفش تظبطه تاني. عشان كده مش صح ان احنا ناخد الادوية ديت لمجرد ان انا زهقان ولا عايز اظبط دماغي ولا بتاع، فراح اخد لي حاجة انتي سايكوتيك. ده انت بتبوظ الدنيا خالص، انت هتقلل دوبامين داخل في مرحلة شلل رعاش اكسترا بيراميدال سايد افكت، وبتعك الدنيا يعني. فالكلام دوت ما ينفعش خالص. الحاجة اللي احنا عايزين نأكد عليها ان احنا علشان نشتغل على السايكوزس احنا عايزين نقفل الريسبتور بتاع الدوبامين. فاحنا الخلاصة بتاعتنا، الميكانيزم بتاعنا بتاع الأدوية كلها هي حاجات دوبامين انتاجونست، حاجات هتقفل الريسبتور بتاع الدوبامين. اكتشفوا ان الدوبامين ريسبتور له انواع، بس يعني اكتر من نوع، بس في نوعين هما الاساسيين، الدي 2 ريسبتور والدي 4 ريسبتور. دي 2 ريسبتور دوت اللي بيعالج السايكوزس، وفي نفس الوقت بيعمل السايد افكت، بيعمل الاكسترا بيراميدال سايد افكت او الباركنسونيزم سايد افكت. اما الدي 4 ريسبتور ده بيعالج السايكوزس بس اقل في السايد افكت، ما بيعملش باركنسونيزم وبتاع. فدي اللي احنا هنسميها بعد كده الاتيبيكال انتي سايكوتيك، الحاجات بقى الاجدد شويه الاحدث شويه، دي اللي احنا هنخلص بيها الحصه بتاعتنا. لكن كل الادويه بتاعت السايكوزس بتقفل الاكشن بتاع الدوبامين على الدوبامين ريسبتور، بتشتغل على الدوبامين ريسبتور. طب هي علشان تشتغل على الدوبامين ريسبتور شكل الدوبامين دوت ايه؟ فكرة في الدوبامين، الاستراكشر بتاع الدوبامين هو عبارة عن حلقة بنزين بعدها كربونتين وان اتش 2 استراكشر مش مهم، وفي مجموعتين او اتش. انا اللي يلزمني علشان اعرف اشتغل شبه الدوبامين دوت يبقى عندي في مجموعة ان اتش 2 ديت هتاخد اتش جوه الجسم وتعمل شحنة موجب علشان تقدر تعمل هيدروجين بوند مع حاجة، وتاني حاجة الاو اتش اللي عند البارة ديت هتعمل هيدروجين بوند في مكان معين مع الريسبتور بتاعي. فالحته بتاعت الهيدروجين بوند، الناحيه بتاعت الان الموجب والهيدروجين بوند، دي حته مهمه، وفي نفس الوقت الهيدروجين بوند بتاعت البارا او اتش دي كمان هتبقى مهمه. ايه علاقه الكلام دوت بالادويه؟ نبدا اللعبه بتاعت الكيمياء بتاعتنا باول كلاس واكبر كلاس واهم كلاس اللي اكيد عليها اسئله في الامتحان، نتكلم على الكلاس بتاعت الفينو فايزين. اول كلاس هنتكلم عليها في الانتي سايكوتيك كانت الفينوثايازين. والفينوثايازين ديت كلمه فينوثايازين اصلا جايه منين؟ احنا كنا بنتكلم في الهيتيرون، اي حلقه خماسيه اخرها اول
أي حلقة سداسية آخرها إين، أي حلقة سباعية آخرها إيبين. فأنت بتتكلم على حاجة آخرها إين يبقى سداسية، ثايا وآزا يبقى بتتكلم في حلقة سداسية فيها إس وإن. فهذه الحلقة السداسية اللي فيها إس وإن وفينو ديت جاية من حلقة، أكيد مش عايش فينو يعني، فحلقة بنزين على الشمال وحلقة بنزين على اليمين. فالفينو وفيازين عبارة عن ثلاث حلقات، والحلقة اللي في النص فيهم إس وإن. وانت بترقم الثلاث حلقات دول، الترقيم ده ما بيتغيرش، ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة. المفروض في العادي ان احنا بنفوت الحلقة اللي في النص ما عدا لو فيها ذرتين هيتيرو، يعني هنا الاس دي هتبقى رقم خمسة، انا فاكرها ان شكل حرف الاس شبه رقم خمسة، فدايما في الفينوثيازين الاس بتاعتي هتاخد في الترقيم رقم خمسة، ادي ستة ادي سبعة ادي تمانية تسعة، اهم حاجة ان الان بتاعتك تبقى عند رقم 10. بعد الان رقم 10 هيبقى عندنا ثلاث كربونات، ثلاث كربونات بالعدد، لازم ثلاث كربونات. ساعات الكربونه اللي في النص هيبقى عندها ار داش، ساعات موجوده وساعات مش موجوده، بس لازم بعد الكربونه الثالثه ان تبقى داي سبستيتيوتد، ان عندها اثنين سبستيتيوشن، احنا هنسميها كمان شويه تيرشري امين، ان عندها ثلاث كربونات. فلازم يكون عندي ان بترشري امين وقبلها ثلاث كربونات، واحد اثنين ثلاثه، وممكن اللي في النص دي تبقى عندها ار داش. مهم جدا 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 ان الكربونه رقم اثنين يبقى عندها حاجه بتسحب الكترونات. فانت بتتكلم في الاس اي ار على الحلقه بتاعت الفينوثيازين بالترقيم بتاعها عند رقم اثنين مجموعه بتسحب الكترونات، عند الان اللي هي رقم 10 ثلاث كربونات بالعدد، على الكربونه الثانيه ساعات سبستيتيوشن، على الكربونه الثالثه لازم ترشري امين في الاستراكشر بتاعي. كده انت بتتكلم على الكلاس بتاعت الفينوثيازين، والكلاس بتاعت الفينوثيازين ديت هي اول واهم كلاس في الحته بتاعت الانتي سايكل. وانت بتتكلم في الاس اي ار بتاع الفينوثيازين، اتفقنا طالما في اس اي ار يبقى هنكتب جنبها امتحان، دي ما فيهاش اختلاف. وفي الاس اي ار بتاعت الفينوثيازين الدكتوره بتقعد تلغي كتير جدا على المجموعه اللي بتسحب الكترونات. خلاصة الكلام، المجموعة اللي بتسحب الكترونات ديت لو عند رقم 2 بتزود الاكتيفيتي جدا، لو عند رقم 3 هتزود الاكتيفيتي بس مش قوي، هتزود الاكتيفيتي بس مش كتير قوي زي رقم 2، فرقم 2 احسن من رقم 3. لو حطيتها عند رقم 4 او عند رقم 1 هتقلل الاكتيفيتي، بس عند رقم 1 بتقلل الاكتيفيتي اكتر، يعني عند رقم 1 اسوأ من عند رقم 4. خلاصه الكلام علشان انا بزهق من الكلام الكتير دوت، احسن مكان للسبستيتيوشن عند رقم 2 احسن من رقم 3، دي الحاجات اللي بتزود الاكتيفيتي. أحسن من رقم 4 أحسن من رقم 1، وأربعة واحد الاتنين بيقللوا الأكتيفيتي، بس واحد بتقلل الأكتيفيتي أكتر من واحد، فمكان السبستيتيوشن مكان المجموعة اللي بتسحب إلكترونات عند اتنين ده أفضل حاجة، أحسن من ثلاثة، واثنين أو ثلاثة بيزودوا الأكتيفيتي بس اتنين أحسن من ثلاثة. أربعة واحد بيقللوا الأكتيفيتي بس أربعة أحسن من واحد، عند واحد بتقلل الأكتيفيتي جدا. اللعبة في إيه؟ الدكتورة بتديني سبب للكلام دوت، ما هو مش أي كلام يعني، مش كيمياء، مش أي بطيخ كده وخلاص. إيه اللي بيخلي المجموعة اللي بتسحب إلكترونات عند اتنين دوت أحسن مكان؟ قالت لي عشان أهم حاجة في المجموعة اللي بتسحب إلكترونات دي يبقى عندها لون بي. اللي بيحصل هنا إن الإن دي جوه الجسم هتبقى بروتونيتد، هتاخد اتش وشحنة موجة. والاتش اللي هتاخدها الان ديت هتعمل هيدروجين بوند مع المجموعه اللي بتسحب الكترونات، والهيدروجين بوند ده اللي بيديها دوبامين لايك ستراكشر، اللي بيخليها تروح تشتغل على الريسبتور بتاع الدوبامين. فالدواء علشان يشتغل على الريسبتور بتاع الدوبامين لازم ياخد اتشاي، علشان كده لازم الان تبقى تيرشري، ولازم الاتش دي تعرف تعمل هيدروجين بوند مع المجموعه اللي بتسحب الكترونات، وعشان كده عند رقم 2 ده احسن حاجه. عند رقم 3 ممكن تعمل الربط بس هتبقى اضعف شويه، مش كويسه زي رقم 2، عند واحد هتعمل زحمه. تخيل معايا كده ان في مجموعه كده عند واحد، هتلاقي الان دي نازله لتحت كده، ما هيش مش هتعرف تعمل الهيدروجين بوند زي ما انت عايز، فرقم واحد هتعمل زحمه، فرقم واحد بتقلل الاكتيفيتي جدا، عشان كده رقم واحد هي اوحش حاجه تحط سبستيتيوشن عند رقم واحد. عند رقم اربعه هتعمل ايه بقى؟ هتعمل زحمه عند الاس بتاعت رقم خمسه، اس رقم خمسه قالت لي عامله زي الباره او اتش بتاعت الدوبامين، بتمسك في الريسبتور زي الباره او اتش بتاعت الدوبامين، فلو في حاجه عند اربعه هتعمل شويه زحمه، تعمل تلخبط شويه في الرابطه بتاعت الباره. فكل العك اللي احنا بنتكلم عليه ده على مكان السبستيتيوشن بس، على مكان المجموعه اللي بتسحب الكترونات، عند اثنين احسن من ثلاثه وفي الحالتين بيزودوا الاكتيفيتي عن العادي بس اثنين احسن من ثلاثه، وعند اربعه احسن من واحد الاثنين بيقللوا الاكتيفيتي بس واحد بتقلل الاكتيفيتي جدا. فده كده بالنسبه للمكان بتاع السبستيتيوشن، وده اول ثلاث نقط نقعد نتكلم على السبستيتيوشن مكانه بالتفصيل. اما الثلاث نقط اللي بعد كده بقى هنتكلم على البرانش، هنتكلم على الثلاث كربونات اللي موجودين تحت.
واحنا بنكمل كلامنا على الثلاث كربونات اللي موجودين تحت دوت، هنتكلم على ثلاث نقط صغيرين، على أربعة وخمسة وستة. وفي رقم أربعة، ما بين الـ N رقم 10 اللي في الحلقة وما بين التيرمينال N، الـ N اللي عند السايد تشين، أنا عايز ثلاث كربونات، ثلاث كربونات بالعدد، لا أكتر ولا أقل. أكتر هيقلل الأكتيفيتي وأقل هيقلل الأكتيفيتي. أنا عايز ثلاث كربونات، لا عايز اثنين ولا عايز أربعة، فلازم يبقى فيه ثلاث كربونات. بتقولي لو عملت برانشنج عند الكربونة البيتا، عند الكربونة الثانية، لو عملت برانشنج عند الكربونة الثانية بمجموعة ميثايل ممكن تزود الاكتيفيتي، ممكن تزود يعني مش اكيد، فما نقدرش نعتمد عليها في الامتحان انها اكيد هتزود الاكتيفيتي، بس الاكيد لو حطيت فينايل عند البيتا او حطيت حاجة بولر زي الاو اتش او مش عارف ايه، الاو اتش والاسيد وكده بيقلل الاكتيفيتي. فاحنا تاني بنتكلم على البيتا سبستيتيوشن، على الكربونه اللي في النص، لو حطيت ميثايل شغال، ممكن يزود ممكن ما يزودش، بس مش بيقلل، على الاقل مش بيقلل، فلو حطيت ميثايل مفيش مشكله. اما لو فينايل او بولر جروب اكيد هيقلل الاكتيفيتي. بص اللعبه دي، لو حطيت ميثايل، لو حطيت سبستيتيوشن كده، الكربونه دي بقت كايرال، والكربونه دي لو كانت كايرال الليفو ايزومر احسن من الديكسترو ايزومر. دي كلمه مهمه في الامتحان. فلو في سبستيتيوشن عند البيتا، الميثايل شغال ممكن تزود الاكتيفيتي، على الاقل مش هتقلل الاكتيفيتي، فينايل وحشه والبولر وحش، لو في ميثايل هتبقى كايرال سنتر، وساعتها الليفو ايزومر احسن من الدكسترو ايزومر. فاتكلمنا على المسافه ما بين الان 10 والان بتاعت السايد تشين، اتكلمنا على البيتا سبستيتيوشن، ناقصت نتكلم بقى على التيرمينال ان عند الان بتاعت السايد تشين. تيرمينال ان ديت احسن حاجه لو كانت داي ميثايل، انه ان داي ميثايل يبقى فيها مجموعتين سي اتش 3، ده كده افضل حاجه، احسن حاجه للاكتيفيتي. لو زودت السايز مش هتزود الاكتيفيتي، يعني لو داي ايثايل لو داي بروبايل انت مش بتزود حاجه، فهي احسن حاجه تبقى داي ميثايل. ممكن نشوف الان في الامثله جوه حلقه هيتيرو، حلقه هيتيرو ساتيوريتد زي البيبرازيل، وحلقه البيبرازيل لان فيها اتنين ان، الدكتوره بتقول لي لو عملت سبستيتيوشن عند الان الثانيه هتزود الاكتيفيتي. فاحنا بنتكلم على ان الان لو كانت داي ميثايل الاكتيفيتي بتاعتها كويسه جدا، ده انت ممكن تحط الان كمان جوه حلقه هيتيرو ساتيوريتد زي البيبرازين، ولو الان الثانيه بتاعت البيبرازين سبستيتيوتد يبقى انت الاكتيفيتي بتاعتك هتزيد. ده مش بس كده، كلمه مش مكتوبه في الاس سي ار بس هتبقى موجوده في الاستراكشرات، ده الان بتاعت البيبرازين الثانيه دي لو سبستيتيوتد ومجموعه الار الاخرانيه دي كان فيها او اتش، ده انا ممكن اعمل استر مع لونج تشين فاتي اسيد، والاستر مع اللونج تشين فاتي اسيد ده هيزود لي الديوريشن جدا. الاستر مع اللونج تشين فاتي اسيد هيخلي الدواء دوت يتاخد انترا ماسكولار، بدل ما هتتاخد حقنه كل يوم ولا حقنه كل 12 ساعه، ده انت هتاخد حقنه كل اسبوع وتاخد حقنه كل اسبوعين، انت كده بتزود الديوريشن بتاعت الدواء جدا، اللي احنا بنسميه ديبو انجكشن، اللي هو بيقعد فتره طويله جوه الجسم. فتاني واحدة بواحدة كده معايا علشان الدنيا ما تتلخبطش. أول حاجة اتكلمنا على السبستيتيوشن، سبستيتيوشن عند رقم اتنين وعند رقم تلاتة بيزودوا الأكتيفيتي، بس عند رقم اتنين بتزود الأكتيفيتي أكتر. سبستيتيوشن عند رقم واحد وعند أربعة بيقللوا الأكتيفيتي، بس عند رقم واحد بتقلل الأكتيفيتي أكتر، يعني عند رقم واحد دي حاجة وحشة جدا، فيعني لو احنا بنتكلم على الأكتيفيتي فهنقول إن رقم أربعة السبستيتيوشن أحسن شوية من رقم واحد. فواحد واربعه عامه بيقللوا الاكتيفيتي، بس واحد بتقلل الاكتيفيتي قوي. السبب اتفقنا بقى على موضوع الهيدروجين بوند والبروتونيتد ان وبتاع، واربعه بتعمل زحمه مع الاس اللي هي شبه الباره او اتش. اتكلمنا بعد كده على المسافه ما بين الان رقم 10 والان بتاعت السايد تشين، ثلاث كربونات لا اكتر ولا اقل. لو الكربونه اللي في النص سبستيتيوتد، الميثايل شغال لكن فينايل او بولر هتقلل الاكتيفيتي، ولو في ميثايل الليفو احسن من الديكستر. الان الاخرانيه احسن حاجه تبقى داي ميثايل، لو زودت عن الميثايل الاكتيفيتي مش بتزيد، ممكن تحطها في حلقه هيتيرو زي البيبرازين، ولو الان الثانيه في البيبرازين سبستيتيوتد هتزود الاكتيفيتي، ولو سبستيتيوتد باو اتش ممكن تعمل استر مع فاتي اسيد فهيزود لك الديوريشن جدا. ده الاس سي ار، والاس سي ار مهمه جدا والمفروض ان احنا من التكرار حفظناها، تعالوا نقراها من الورق ونحفظ مع بعض اللي ما كانش مركز معايا. بنتكلم في ثالث كلاس على الانتي سايكوتيك، اتفقنا رقم واحد جنرال انستيزيا، اتكلمنا في اثنين على السيداتيف والهيبنوتيك بالانواع بتاعتهم، هنتكلم على الانتي سايكوتيك، ادويه بتستخدم في علاج السايكوزس، شيزوفرينيا نقول عليها ميجور ترانكلايزر، الاستخدام هو العنوان هو انتي سايكوتيك.
ثلاث كلاسات كبار، واول كلاس المهمه قوي الفينوثيازين، والفينوثيازين في الميكانيزم بتشتغل على الدوبامين ريسبتور، هي دوبامين انتاجونست، هي بتقفل الدوبامين ريسبتور. فالفينوثيازين ثلاث حلقات، والحلقه اللي في النص فيها اس وان في الترقيم، ببدا من الكربونه واحد بحيث السبستيتيوشن عند اثنين. ما تنساش ان الاس بتاخد رقم خمسه والان لازم 10، لازم الان تبقى 10. بعدها ثلاث كربونات ممكن اللي في النص عندها سبستيتيوشن، وفي بعد الثالثه ديت هتلاقي ان تيرشري، ان عندها ار وار. في الاس اي ار اول ثلاث نقط ده على السبستيتيوشن. فاول كلمه السبستيتيوشن عند رقم اثنين بمجموعه بتسحب الكترونات، ده احسن حاجه، ده بيزود الاكتيفيتي، والهدف مش سحب الالكترونات، الهدف في اللون بير اللي هيعمل هيدروجين بوند كمان شويه. لو عملت سبستيتيوشن عند ثلاثه هتزود الاكتيفيتي بس مش زي اثنين، فده اللي احنا بنقوله ان اثنين احسن من ثلاثه، اثنين وثلاثه بيزودوا بس اثنين احسن شويه. سبستيتيوشن عند واحد او اربعه بيقلل، بس واحد بتقلل اكتر من اربعه. فتاني زي ما قلت لكم خلاصه الكلام ده، سبستيتيوشن عند اثنين احسن من ثلاثه، احسن من اربعه، احسن من واحد. اثنين وثلاثه بيزودوا واربعه وواحد بيقللوا، بس ده ترتيب الاكتيفيتي بتاعك. ايه بقى السبب؟ ده التفسير. فالسي 2 سبستيتيوشن في المجموعه اللي بتسحب الكترونات هتعمل هيدروجين بوند مع البروتونيتد ان، بعد ما الان دي تاخد اتشاي جوه الجسم هتبقى بروتونيتد، تعمل هيدروجين بوند مع المجموعه اللي بتسحب الكترونات، وده هيديك دوبامين لايك ارينجمنت يتفاعل مع الريسبتور. لو في حاجه بقى على السي 1 تعمل زحمه تخلي الرابطه دي ما تتكونش، الهيدروجين بوند دي ما تتكونش. اما السلفر اتوم اللي عند رقم 5 شبه البارا او اتش بتاعت الدوبامين فبتمسك في الريسبتور، فالسي 4 بتعمل زحمه هنا، الرابطه مش مهمة مهمة قوي زي الهيدروجين بوند، عشان كده لو في حاجة عند السي 4 بتقلل الاكتيفيتي بس مش زي السي 1. نكمل الكلام بقى على السايد تشين. وفي السايد تشين ما بين الان 10 والان بتاعت السايد تشين ثلاث ذرات بالعدد، لا اكتر ولا اقل، الاكتر واقل بيقلل الاكتيفيتي جدا، فاثنين او اربعه ما ينفعش، هما ثلاثه بس. ممكن تعمل برانشنج عند البيتا بمجموعه ميثاين، ممكن تزود يعني تزود، او على الاقل نفس الاكتيفيتي، يعني ما اقدرش اجزم هنا ان هي كده او كده، بس على الاقل مش بتقلل الاكتيفيتي، فممكن تحط سبستيوشن بميثاين. اما لو في نايل او بولر جروب اكيد هتقلل الاكتيفيتي، دي ما فيهاش اختلاف، اكيد هتقلل الاكتيفيتي. لو في ميثايل ساعتها هتبقى كايرال سنتر، والليفو ايزومر هيبقى احسن من الديكسترا ايزومر، دي كلمه مهمه وجت في الامتحان قبل كده. اخر حاجه على الان بقى اللي عند السايد تشين، احسن حاجه تبقى ان، وان ضاي ميثايل دلبست. لو زودت السايز مش هتزود الاكتيفيتي، يعني لو جابت لك في الامتحان ضاي اي ثايل هيبقى احسن ولا اوحش؟ لا، هو نفس الاكتيفيتي، لا بيزود ولا بيقلل. فلو زودت السايز مش هيزود الاكتيفيتي، ممكن الان تبقى داخله جوه حلقه هيتيرو زي الببرازين، وساعتها لو الان الثانيه في الببرازين سبستيتيوتد هتزود الاكتيفيتي لو عليها اي سبستيتيوشن. واتفقنا ان لو عليها او اتش زي انسان هنشوفه كمان شويه هيعمل لي استر مع لونج تشين فاتي اسيد ويزود الديوريشن. تعالوا نحاول نطبق الكلام دوت في الامثله اللي عندنا، وعندنا ثلاث استراكشرات والثلاثه حفظ، دول لازم يتحفظوا، بالذات الاولاني الكلوروبرومازين دوت هيبقى التسميه بتاعته معانا والبريباريشن كمان معانا. تعالوا نبدا اللعبه بتاعتنا، ان انا عايز اطبق الاس سي ار اللي انا قلتها على استراكشر. فهنتكلم على اول واحد الكلوروبرومازين، اهمهم ولازم يتحفظ، ده ما فيهوش اختلاف وانت بتكتب الاس سي ار، يا اما ترسم الجنرال ستراكشر يا اما ترسم الكلوروبرومازين. كلوروبرومازين بيعتبروه البروتوتايب، هو اول واحد اكتشفوه من المجموعه دي، ده مش بس البروتوتايب، ده هو الريفرنس كومباوند. كلمه ريفرنس كومباوند يعني لما بيكتشفوا مركب جديد انتي سايكوتيك بيقارنوه بالكلوروبرومازين، يشوفوا هم مور اكتف عن الكلوروبرومازين ولا ليس اكتف عن الكلوروبرومازين. فهو هو الريفرنس بتاعي، هو الاساس بتاع الانتي سايكوتيك بتاعتي، فهو البروتوتايب وهو الريفرنس كومباوند. عايز ترسمه هو ما فيهوش حاجه، هو جنرال ستراكشر. فالجنرال ستراكشر ان انا بتكلم على حلقه فينوثيازين، ادي الثلاث حلقات السداسيه، حلقتين بنزين والحلقه اللي في النص اس وان، عندك مجموعه بتسحب الكترونات هو كلوروبرومازين فاكيد دي كلور، والباقي اكتر حاجه سيمبل، ثلاث كربونات عاديين هم ما فيهمش حاجه، ما فيهمش سبستيتيوشن حتى، والان ميثايل وميثايل. فالكلوروبرومازين هو ابسط ستراكشر، والكلور هنا هي المجموعه اللي بتسحب الكترونات، فده البروتوتايب ودوت الريفرنس كومباوند بتاعي. عايز تتكلم على التسميه بتاعت الكلوروبرومازين، في التسميه بتاعت الكلوروبرومازين ادي البير فينوثيازين، اتفقنا ان دي رقم 2 ودي رقم 10، فاتنين كلور خلاص، خلصت من 2 كلور. رقم 10 عندها بروبايل ثلاث كربونات، ورقم 3 في البروبايل عندها دايميثايل امايل،
فدايمي تايل امين على البروبايل، وكل ده على 10 في الفينوثيازين. اهم حاجه تاخد لي بالك منها هنا البيرنت، مركب فينوثيازين ورقم 10 عليها حاجات، يبقى انت غالبا بتتكلم على الكلوروبرومازين في الامتحان، تقول لك ارسم الاستراكشر الفلاني وتلاقي جايب الكيميكال نيم، لقيت فينوثيازين غالبا الكلام هنا على الكلوروبرومازين. البريباريشن هنتكلم عليه لوحده كمان شويه. قبل ما نتكلم على البريباريشن تعالوا نعدل شويه على الكلوروبرومازين، وما تنساش ان التعديلات ديت هي عباره عن حاجات ليها علاقه بالاس سي ار، فانا مش هتكلم في كلام جديد. اول حاجه هنعملها ان احنا هنغير في المجموعه اللي بتسحب الكترونات، فبدل ما هي كلور هنخليها سي اف 3، ماشي دي مش مشكله، دي مش مهمه قوي. اللي مهم قوي بقى في الموضوع ان انا هاجي على التيرمينال امين دوت عند الان الاخرانيه وادخلها في حلقه بيبرازي، وحلقه البيبرازين ديت هنعمل عليها كمان سبستيتيوشن من اللي بيزود الاكتيفيتي. ده الغريب ان السبستيتيوشن هيبقى في مجموعه او اتش كربونتين واو اتش، والمركب دوت اسمه الفلو فينازين، او الاسم الثاني كمان جينيريك اللي هو التراي فلو برومازين، هو الاسم الاشهر الفلو فينازين. فالفلوفينازين او الترايفلو برومازين مركب دوت اهم حاجه فيه عند الدكتوره ان هو الموست بوتنت انتي سايكوتيك، اعلى انتي سايكوتيك في الدنيا كلها في الاكتيف. ارسم مثال للموست بوتنت انتي سايكوتيك، هيبقى اللي فيه السي اف 3 والبيبرازين وكربونتين بمجموعه الاو اتش دي، هو لوحده الموست بوتنت. ده انت كمان ممكن تزود الديوريشن اوف اكشن بتاعه. ازاي بقى تزود الديوريشن اوف اكشن بتاعك وتشيل الاتش دي وتعمل استر بقى مع اي حاجه؟ فبعد الاو ديت بدل الاتش لو لقيت استر في الامتحان سي دبل بوند او اي كربونات، يبقى انت كده بتزود الديوريشن جدا، لان هو هيبقى بتزود الليبت سوليابيليتي فبيتاخد اي ام ويقعد فتره طويله، فكمان فيري لونج ديوريشن، غير ان هو الموست بوتنت انتي سايكوتيك. فكده بتتكلم على الفلو فينازين. لسه الكلام بتاعنا على الكلاس بتاعت الفينوثيازين، بس ممكن نيجي على الكلاس بتاعت الفينوثيازين ديت ونعمل ايزوستريزم. كلمه ايزوستريزم في الكيمياء يعني هنشيل حاجه ونحط حاجه شبهها، هنشيل حاجه ونحط نشيل مجموعه ونحط مجموعه شبهها، ممكن تبقى شبهها في الحجم وممكن تبقى شبهها في توزيع الالكترونات، والهدف ان احنا نحسن الاكتيفيتي او نقلل السايد افكت. من اشهر الايزوستريزم في الكيمياء ان احنا نشيل الان ونحط بدلها اس بي 2 كربون، اس بي 2 كربون يعني كربونه على دبل بوند. فانا ممكن اشيل الان اللي جوه الحلقه واحط مكانها كربونه على دبل بوند، فالتعديل بتاعي ان انا بدل الان دي هرسم نفس المركب بالظبط، بس هتبقى الدبل بوند بتاعت الكربونه بتاعتي على دبل بوند بالشكل ده. طبعا الكربونه اللي تحت هتبقى سي اتش بس مش هتبقى سي اتش. فكل اللي انا عملته ان انا شلت الان اللي جوه الحلقه وحطيت دبل بوند، هيطلع لي كلاس جديده، الكلاس اسمها فايوزانسين، ده اسم الكلاس زانسين زانفين، والدواء بتاعي هيبقى اسمه فايوفيكسين. فمعلش هما الاسمين قريبين قوي من بعض، اسم الدواء فايوفيكسين، اسم الكلاس بتاعتي السايوزانسين اللي فيها الدبل بوند دي، والدبل بوند بعدها ثلاث كربونات وبعدها حلقه بيبرازين، بس حلقه البيبرازين هنا بعدها سي اتش 3 بس، ما عنديش بقى الاو اتش اللي هي بتزود الاكتيفيتي وبتاع. هنا المجموعه اللي بتسحب الكترونات كمان متغيره، بدل السي اف 3 هتلاقي مجموعه سلفونامايد اس او 2 ان عندها مجموعتين ميثايل. فالمركب تبع كلاس السايوزانسين وهو اسمه الثايوفيكسين، المركب ده لو سالت عليه في الامتحان عايزه حاجه ايزوستر للفينوثيازين، ايزوستر يعني غيرت حاجه عن الفينوثيازين، فهنا شلت الان وحطيت السي دبل بوند. الحته التريكي بقى قوي اللي بتجيبها هنا على الثايوفيكسين حتى من غير استراكشر، مين هنا الاكتيف ايزومر، الزد ايزومر ولا الاي ايزومر؟ كلمه زد شبه السيز، وكلمة إيه شبه الترانس. إحنا في الآخر بناخد راسمك، بناخد الاتنين مع بعض كاسترخاص يعني علشان نوفر فلوس، لكن مين اللي مور أكتف، الزد ولا الإيه؟ لا، لقينا إن الزد أكتر في الأكتيفيتي جدا من الإيه. طب هو زد لمين؟ سيز لمين؟ مين هنا اللي سيز لمين؟ السيز هنا إن أنا وأنا عندي الدبل بوند إن أنا ألاقي الحلقة بتاعت البيبرازين في نفس الاتجاه بتاع المجموعة اللي بتسحب إلكترونات. ما هو ما تنساش إن أنت عايز الإن دي تاخد إتشاية تعمل بيها هيدروجين بوند. كلمة إيه ديت ما بتجيش رسمة زي كده في الامتحان، بس كلمة إيه ديت يعني يبقى عندك الحلقة بتاعت الفينوثيازين، الثلاث حلقات اللي موجودين دول فيهم دبل بوند، ودي المجموعة اللي فيها السايد تشين، ودي المجموعة اللي بتسحب الكترونات، يبقوا في اتجاهين عكس بعض، ده كده الاكتيفيتي بتاعته هتبقى وحشة جدا. فلو سألتك على مين الاكتيف ايزومر في الثايوفيكسين دوت، يبقى احنا بنتكلم على ان الزد ايزومر هو اللي مور اكتيف.
تعالوا نتكلم على الثلاث مركبات اللي في الورق، وبعد كده يبقى نرجع للبريباريشن بتاع الكلوروبروماسين، الكسره دي كده بتاعت الاتش او سي ال، ده البريباريشن، والاس دي كمان بريباريشن. فالكلوروبروماسين هو الكلاس الفينوثيازين وثلاث كربونات ان ميثايل وميثايل، زودت الكلور بس فبقى كلوروبروماسين، ده البروتوتايب والريفرنس، فهو اول واحد وكمان هو الريفرنس بتاع المجموعه دي. التسميه بتاعت المركب معانا زي ما بقول لكم في السؤال، تروح جايبه لكم الاسم وتقول لكم ارسم الاستراكشر بتاع المركب ده، ففينوثيازين مع اثنين كلور، اعرف انها بتتكلم على الكلوروبروماسين على طول، فعند رقم 10 اللي هي الان عندك بروبايل، وعلى الثلاثه بتاع البروبايل في تراي في داي ايثايل داي ميثايل امينو، فداي ميثايل امينو طبعا معلش الامينو مكتوبه غلط، داي ميثايل امينو على الثلاثه بتاع البروبايل. تاني مركب الفلوفينازين او التراي فلو برومازين، دوت مركب هو كمان مهم قوي، واهميته في الامتحان ان هو عند الدكتوره الموست بوتنت انتي سايكوتيك، اكتب مثال لموست بوتنت انتي سايكوتيك هتتكلم على الفلوفينازين. المجموعه اللي بتسحب الكترونات اتغيرت بقت سي اف 3، الان دخلتها جوه حلقه بيبرازين، والان الثانيه في البيبرازين سبستيتيوتد فزودت الاكتيفيتي، وكمان فيها مجموعه او اتش، اقدر اعمل منها ليبيد سوليبل استر فور اي ام انجكشن، ده هيزود لي الديوريشن جدا، فاي استر عند الاو اتش ديت هتزود الديوريشن بتاعتها. فايوثيكسين بقى ده عباره عن ايزوستر للفينوثيازين، شلت حاجه وحطيت حاجه بدلها، شلت الان وحطيت سي دبل بوند في الحاله، غيرت ماشي المجموعه اللي بتسحب الكترونات، الان بتاعت البيبرازين بقى عندها ميثايل مش او اتش، بس اهم حاجه حته الايزوستريزم دي. فالمركب ده بقى فيه دبل بوند، فالزد ايزومر هيبقى مور اكتف، ممكن يتاخد رسمك الاثنين مع بعض بس الزد ايزومر مور اكتف، عشان ساعتها الان دي هتبقى في نفس الاتجاه بتاع المجموعه اللي بتسحب الكترونات. اخر حاجه ليها علاقه بالكلاس ديت هيبقى البريباريشن بتاع الكلوروبروماسين، والبريباريشن ده هتكتب لي جنبه امتحان، الدكتوره ما كانتش بتشرحه قبل كده وشرحته عندكم، فغالبا هيجي لكم في الامتحان البريباريشن بتاع الكلوروبروماسين. البريباريشن بتاع الكلوروبروماسين ما فيهوش اي حاجه، هم خطوتين، فهكسر ما بين الان والسي زي ما انا متعود، السي هتاخد سي ال والان هتاخد اتشايه، انا هبدا بحلقه فينوثيازين عندها ان اتش وبقيه المركب عنده كلور، الزياده بقى ان انا اللي هدخل الاس دي، فانا بدايه التفاعل بالكلورو داي فينايل امين، حلقتين بنزين ان اتش وكلور، انا اللي هدخل الاس الاول، الايدين هنا كاتاليست لو نسيته مش مشكله، فالاس هنا بتقفل الحلقه، هي اللي طلعت لك الاس دي، بعد كده هنشيل اتش مع الكلور من المركب اللي على السهم ده ونوصلهم ببعض. يعني ايه الكلام دوت؟ لو الدكتوره جابت لي الكلام ده في الامتحان كومبليت، وفي الغالب ده هيجي لكم في الامتحان كومبليت، تروح رسمه لكم المركب بتاع الداي فينايل امين، حلقتين بنزين وان اتش، وواحده منهم فيها مجموعه كلور، تكتب لك على السهم اس ونقط، عايزه الناتج اس في وجود ايودين، والناتج دوت عايزه تفعله مع كلور سي اتش 2 باي 3 ان ميثايل وميثايل، وتروح كاتبه لك بيز مالهاش لازمه، ان ايه ان اتش 2 دي مالهاش لازمه. اول حاجه عايزك تعملها لي الاس دي بتقفل الحلقه بس، الاس دي بتعمل لي فينوثيازين، بعد كده بقيه المركب ده اتش من تحت اللي هي الحلقه مع السي ال ونوصلهم ببعض، هتطلع الناتج اللي انت عايزه. فالبريباريشن بتاع الكلوروبروماسين كتبت جنبه امتحان، وده بريباريشن مهم. فالاول هندخل الاس تقفل الحلقه، طبعا هي قلبتها عشان تعرف تكمل الاستراكشر، بس يعني هما الاثنين نفس الفكره، فهندخل الاس عشان نقفل الحلقه، نشيل اتش من الان مع سي ال من المركب اللي على السهم ونوصلهم ببعض. كل الكلام اللطيف دوت في الكلاس الاولانيه بتاعه الفينوثيازين. تاني كلاس عندنا في الانتي سايكوتيك الفلوروبيوتيريفينون، والكلاس دي هنتكلم فيها على دواء اسمه الهالوبيريدول، بيستخدم في السايكوزس والمينيا، المينيا اللي هي هايبر اكتيفيتي، الواحد يبقى هايبر كده شيزوفرينيا والمينيا، ممكن نستخدم الهالوبيريدول. الهالوبيريدول السنسز مهم، السار كلها مهمة، هو شرح للاستراكشر بتاعي، فالصار دي جت في الامتحان أكتر من مرة مكتوبة وتقول لك إيه الجملة الغلط أو إيه الصح وإيه الغلط وهكذا. كيميكال نيم برضو من الحاجات اللي مهمة السنة دي، ما كانتش بيتشرح قبل كده، الدكتورة شرحته عندكم بالتفصيل، فمهم تذاكر لي الكيميكال نيم بتاع الهالوبريدول. هالوبريدول أنا هطنش الجنرال استراكشر لأن أنا هعتبره ملوش لازمة، أنا هشرح على الاستراكشر بتاع الهالوبريدول، فلو حفظته هتعرف تجيب السنسز وهتعرف تجيب الاس تي ار وهتعرف تجيب التسمية. فأهم حاجة وأصعب حاجة هنا أنت تحفظ لي الاستراكشر ده. حفظت الهالوبريدول يبقى كل العك اللي حواليه دوت خلص، بس احفظه بالطريقة بتاعتي. يعني إيه الهالوبريدول دوت؟ تبع كلاس اسمها الفلورو بيوتيرو فينول.
نبدأ أول كلمة، إيه موضوع الفلورو بيوتيرو فينون ديت؟ يعني إيه أصلاً بيوتيرو فينون؟ كلمة فينون يعني كيتون من حلقة فينايل، فأنت بتتكلم على حلقة فينايل وعندها مجموعة كيتون، عندها مجموعة سي دبل بوند أو. بيوتيرو فينون يعني الكيتون دوت مع بيوتيريك أسيد أو بيوتيرو يعني 4 كربونات. فأنا هزود على مجموعة الكيتون دي 3 كربونات. الشكل اللي قدامكم دوت فينايل مع كيتون من 4 كربونات، ده اللي اسمه البيوتيرو فينون. فده اسم الكلاس بتاعتي اللي هو البيوتيرو فينون. زود على حلقة البنزين فلورو، بقت فلورو بيوتيرو فينون. فبيوتيرو فينون كيتون من الفينايل مع 4 كربونات انكلودنج الكيتون، هم 4 كربونات بما فيهم مجموعة الكيتون دي. بعد ال4 كربونات احفظ معايا بقى بالترتيب، بعد ال4 كربونات هيبقى عندي حلقه بيبريدين، ان جوه حلقه ساتيوريتد، حلقه سايكلوهكسان مش حلقه بنزين، فدي حلقه بيبريدين. البيبريدين الترقيم بتاعه بيبدا من عند الذره الهيتيرو، فواحد اثنين ثلاثه اربعه، عند الكربون رقم اربعه عندك او اتش، وعندك حلقه بنزين عندها كلور. الاس سي ار اللي احنا هنشرحها دلوقتي هي عباره عن الاستراكشر اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي. فانت لو حفظت الاستراكشر بالطريقه بتاعتي يبقى انت خلاص جبت الاس سي ار. فالبيوتيروفينون عباره عن حلقه الفينايل اللي عندها الفلور، بعدها كيتون من 4 كربونات، بعد ال4 كربونات حلقه بيبريدين، برضو 4 تاني، هو كل الكلام اتكرر 4، عند 4 في البيبريدين او اتش، وعند 4 في البيبريدين حلقه بنزين، على ال4 بتاعتها، على الباره بتاعتها مجموعه كلور. وانت بتتكلم في الاس سي ار، اتسال عليها في الامتحان اكتر من مره على فكره، فمحدش يطنشها لو سمحتوا. وانت بتتكلم في الاس سي ار هتلاقي ان الاس سي ار في الاخر هي عباره عن شرح للاستراكشر بتاعك، بمعنى هي بتقول لي ان الاوبتيمال اكتيفيتي هو احسن اكتيفيتي امتى؟ تبتدي تشرح في الاستراكشر بتاعك. اول حاجه ان الاروماتيك الاولانيه تبقى سبستيتيوتد ببارا فلورو. فماشي، الاروماتيك الاولانيه اللي هي على اليمين ديت تبقى سبستيتيوتد ببارا فلور. تاني حاجه بتقول لي ان مجموعه الاكس تبقى سي دبل بوند او، ده الاوبتيمال، ده احسن حاجه، السي دبل بوند او اللي هي دي، فدي مجموعه الاكس بتاعتك تبقى سي دبل بوند او. ممكن بدلها تلاقي سي اتش او اتش في الامتحان او سي اتش ارايل، بس دي ملهاش امثله. سي اتش ارايل دي يعني تبقى حلقه بنزين جنبها فلور وبعدين كربونه عليها كمان حلقه بنزين، سواء جنبها فلور او مش جنبها فلور، وبقيه الاستراكشر بقى هو نفسه. فبدال مجموعه الكيتون ممكن تحط سي اتش ارايل، سي اتش اروماتيك، فدول كمان اكتف بس ملهاش امثله عندنا. هو المثال عندنا ان الاكس تبقى سي دبل بوند او. بعد السي دبل بوند او الكربون تشين 3 كربونات. خد بالك ان 3 كربونات بعد السي دبل بوند او، فواحد اثنين ثلاثة، فالان بتاعتك هتبقى 3 كربونات لا اكتر ولا اقل. لو زودت عن 3 قللت عن 3 الاكتيفيتي هتقل، انا محتاج بيوتيرو فينول، فالسي دبل بوند او بعدها 3 كربونات. النقطة اللي بعد كده بتقولي ان انا محتاجة اليفاتك ان جوه سايكل، يعني انا لو قالت لي عايزة ببريدين مش هتقولها لي بالطريقة دي، اليفاتك ان جوه سايكل، اليفاتك يعني مش اروماتيك، وجوه سايكل يعني ما ينفعش تبقى حلقه بنزين، فاليفاتك ان جوه سايكل من الاخر اللي هي حلقه الببريدين. فتاني انا بشرح الاستراكشر، حلقه بنزين بفلور، سي دبل بوند او دي احسن حاجه، بعدها 3 كربونات، بعدها اليفاتك ان جوه سايكل اللي هي حلقه الببريدين. النقطه اللي بعد كده هي بس الحاجه الوحيده اللي فيها كلمه زياده. في النقطه اللي بعد كده اللي هي النقطه، معلش رقم 4 متكرره، هي تبقى رقم 5 اللي تحتها. ففي النقطة اللي بعد كده ان الاروماتيك الثانية بتاعتي الار اي ار 2 اللي هي الاروماتيك الثانية تبقى اتاتشد بالاربعة بوزيشن بتاع الببريدين. فعند 4 بتاع الببريدين هنلاقي ان في مجموعة اروماتيك ثانية اللي هي مجموعة الاروماتيك اللي عندها كلور. الحاجة الزيادة بقى انها ممكن تبقى سيباريتد بوان اتوم. الكلمة دي بس اللي عليها مثال ممكن نشوفه في الامتحان هرسمه لكل واحد، فدي الحاجة الوحيدة اللي بره الاستراكشر بتاعي، دي اللي هتكلم عليها لوحدها دلوقتي. سادس نقطة بيقول لي إن لو في مجموعة واي مجموعة او اتش بتأسست الأكتيفيتي، وبتأسست هنا يعني بتزود الأكتيفيتي، فلو في مجموعة او اتش هتزود الأكتيفيتي زي الاو اتش بتاعت الهالوبريدول. فتاني لو بصيتوا على الاس سي ار معايا هتلاقوها عباره عن شرح للاستراكشر بتاعي. اول حاجه حلقه اروماتيك وبارا فلورو، تاني حاجه الاكس بتاعتي سي دبل بوند او، ممكن تبقى سي اتش او اتش او سي اتش ار اي بس هي سي دبل بوند او، كربون تشين 3 كربونات لا اكتر ولا اقل، اليفاتك ان
جوه سايكل اللي هي حلقه الببريدين، على الاربعه بتاع الببريدين عايز اروماتيك تانيه اللي هي حلقه البنزين اللي عندها كلور، ممكن تبقى سيبريتد بوان اتوم بس دي لسه ما قلتهاش بالتفصيل، وعند اربعه بتاع الببريدين ممكن يبقى في مجموعه او اتش بتاسست الاكتيفيتي، بتزود الاكتيفيتي زي الاو اتش بتاعت الهالوبريدون. الحاجه الوحيده اللي مش موجوده في الاستراكشر دوت زي ما بقول لكم ان هي تتكلم على، وده حصلت مره واحده في امتحان قبل كده، تتكلم على موضوع ان تبقى الحلقه بتاعت الببريدين سيبريتد بوان اتوم، فجابت مره نفس الاستراكشر دوت حلقه البنزين وفلور والسي دبل بوند او والثلاث كربونات وحلقه الببريدين نفس الكلام، بعد الببريدين بقى على الاربعه بتاع الببريدين ان وحلقه بنزين عندها كلور. الاو اتش ما كانتش موجوده لان انا مش لازم الاو اتش، احنا قلنا الاو اتش بتزود الاكتيفيتي، فهنا الان دي ان الحلقه الاروماتيك الثانيه ممكن تبقى سيبريتد عن حلقه الببريدين بوان اتوم اللي هي زي الان اتش مثلا لو موجوده، هنشوف زيها مره في سؤال، لكن الباقي كله بقى هو الاستراكشر بتاعي. فانا لو هتكلم على الهالوبريدول حفظت الاستراكشر هتجيب السنسز والاس سي ار، والهالوبريدول هو فلورو بيوتيرو فينون، فادي الفلور وادي الفينون، فينايل كيتون مع مجموعه ثلاث مع اربع كربونات، كيتون من اربع كربونات، وبعدين الببريدين على الاربعه بتاع الببريدين او اتش وحلقه البنزين بكلور. بريباريشن انا مش كاتبه علشان هو العادي، انا هكسر ما بين الببريدين والكربونه اللي جنبها، فالان تاخد اتش والكربونه سي ال ونوصلهم ببعض، فده البريباريشن. فهكسر بس ما بين الحلقه بتاعه الببريدين والكربون. في الاس سي ار الاوبتيمال اكتيفيتي لما اول اروماتيك تبقى فيها بارا فلورو ماشي الاولانيه، الاكس بتاعتك تبقى سي دبل بوند او، حلوه السي دبل بوند، ممكن سي اتش او اتش، ممكن سي اتش اروماتيك ده شغال، بس هي غالبا بتبقى سي دبل بوند او. كربون تشين اللي بعد كده ثلاث كربونات لا اكثر ولا اقل، محتاج اليفاتك ان جوه سايكل اللي هي حلقه الببريدين، محتاج اروماتيك تانية على الاربعه بوزيشن بتاع الببريدين، فعند رقم اربعه مجموعه اروماتيك تانية. الحاجه الزياده بقى ممكن الاروماتيك التانية تبقى سيبريتد بوان اتوم عن الببريدين زي ما احنا رسمنا، ساعات تبقى ان اتش، الواي ممكن تحسن الاكتيفيتي زي الاو اتش، تحسن هنا مقصود بيها تزود الاكتيفيتي، فتحسن الاكتيفيتي زي الاو اتش في الهالو بريدون. كيميكال نيم مهم غالبا هيجي لكم في الامتحان صح وغلط، والصح وغلط هنا هيبقى غالبا على البيرنت، ما اعتقدش الدكتوره هتلعب في الكلام الاولاني دوت، هتجيب لكم فلورو بيوتيرو فينون، فلورو بروبيو فينون او اسيتو فينون، تقعد تغير لكم في الاسم، اسم الكلاس مش هتقعد تلعب في بقيه التسميه. فهنا المركب بتاعي هو فلورو بيوتيرو فينون اللي هو الجزء الاولاني ده كله، فكل الكلاس بتاعتي هو البيرنت بتاعي. ان دي علشان البيوتيرو ان يعني سلسله متصله يعني ستريت تشين، ما هياش برانشات ما هياش ايزو يعني. فاربعه ان فلورو بيوتيرو فينون الان ملهاش لازمه، بس هي مقصود بيها ان هي ستريت تشين، والاربعه داش دي لان الفلور على الاربعه بتاع حلقه البنزين، فكل دوت الفلورو بيوتيرو فينون على الاربعه بتاع البيوتيرو فينون اللي هي الاربعه دي، فعند اخر كربونه في البيوتايل في البيوتيرو فينون في عندك حلقه ببريدين مكتوبه ببريدون، دي غلط، انا مضطر اكتبها زي المحاضره لان في الامتحان غالبا هتجي لكم كده، بس هي المفروض تبقى ببريدايل مش ببريدين، يعني ما علينا ماشي، فببريدون الاون دي المفروض انها مش مظبوطه، بس يعني حلقه الببريدين على الاربعه بقى فيها هيدروكسي، وعلى الاربعه في باراكلورو فينايل. تاني ركز لي قوي اهم حاجه هنا على البيرنت ان هو فلورو بيوتيرو فينون. فتاني الاستراكشر الهالوبريدول هيعرفني البريباريشن، هيطلع لك الاس سي ار، هتعرف تجيب كمان التسميم. كل الكلام اللي فات دوت المفروض ان هم الانتي سايكوتيك العاديه، مشكله الانتي سايكوتيك زي ما اتفقنا ان ليها سايد افكت عشان بتشتغل على الدي 2 ريسبتور، فبتعمل باركنسونيزم وبتعمل مشاكل في الحركه. الادويه الجديده الاتيبيكال انتي سايكوتيك او النوفل انتي سايكوتيك مش بتشتغل قوي على الدي 2، هي بتشتغل على الدي 4 ريسبتور، بتقفل الدي 4 ريسبتور فاقل في السايد افكت. عندك اربع مركبات 2 3 4 هم الجداد اللي اكيد هتتسال على واحد فيهم في الامتحان، غالبا هيبقى رقم 3 بس يعني 2 3 زي ما هنشوف دلوقتي هم كلهم زي بعض. رقم واحد الكلوزابين هي الوحيد اللي قالت ايدنتيفاي لو سالتكم عليه في الامتحان، ده اول اتيبيكال انتي سايكوتيك، وده الوحيد في المنهج اللي داي بنزو ديازيبين. داي بنزو حلقتين بنزين، داي ازيبين حلقه سباعيه فيها اتنين ان، احنا خدنا كلاس كبيره اسمها بنزو ديازي بنزو واحده بس، فبنزو ديازيبين، لكن داي بنزو ديازيبين مفيش غير الكلوزابين. له سايد افكت بقى اجرا نيوروسايتوزيس، بيأثر على البلاد سيلز، بيعمل انيميا بقى ويقلل البليتلتس وبيعك الدنيا في البلاد سيلز، فما عادش حد بيستخدمه، عشان كده الدكتوره مش مركز عليه. بس هو اهميته في الكيمياء ان هو اول واحد اللي هو داي بنزو داي ازيبين، داي بنزو ديازيبين، يبقى اكيد بتتكلم على
الكلوزابين. نيجي بقى للادويه الاجدد شويه، ريسبريدون اللي هو ريسبريدال في الصيدليات وبتاع، بعدين عدلوا عليه عملوا الباليبريدون، والباليبريدون علشان في مجموعه او اتش فعملوا منه استر، فعملوا البالوبريدون بالميتيت 14 كربون تشين فاتي اسيد، فده الديوريشن بتاعته اعلى شويه من البالوبريدون العادي. استراكشرات حفظ فمعلش غلسه شويه واكيد جايه في الامتحان. يعني دي حاجات زياده ما اعتقدش انها هتبقى موجوده في الكتاب، غير انها مش موجوده في المحاضره، دي كلام زيادات. فكل الكلام دوت اكيد الدكتور هتسال عليه في الامتحان، حاولوا تحفظوا معايا استراكشر غلس شويه كده، بس هم في الاخر هم الاستراكشرين شبه بعض بالظبط. فاحنا بنتكلم هنا على حلقه بنزين، وحلقه البنزين ديت جنبها حلقه خماسيه فيها او ان، فحلقه بنزين وجنبها حلقه خماسيه فيها او ان جنب بعض، حلقه البنزين فيها فلور كانها شبه الفلوروبيوتروفينول، فيعني حلقه بنزين مع حلقه خماسيه فيها او ان، جنبها حلقه بيبريدين الحلقه السداسيه اللي فيها ان واحده، بعد البيبريدين كربونتين لازم كربونتين، والعك كله بقى في الحلقتين السداسيتين اللي فوق. فحلقتين سداسيتين انا حافظهم كده او فاكرهم كده، فيهم 2 ان و2 دبل بوند، ف2 ان و2 دبل بوند بس، عندها دبل بوند او من تحت وعندها كربونه من على الجنب. فتاني رسمت حلقه البنزين مع الخماسيه اللي فيها او ان وفلو، رسمت الببريدين مع كربونتين، كربونتين معناها حلقتين والحلقتين فيهم 2 ان و2 دبل بوند، زودت الدبل بوند او مع الميثايل العاديه الكربونه العاديه، كلمتني في الريسبريدون. ريسبريدون دوت مركب الاكتيفيتي بتاعته كويسه، هو اتيبيكال انتي سايكوتيك، بس مشكلته بيقعد فتره طويله قوي جوه الجسم، فالريسبريدون له بعض التوكسيستي، فقالوا ما نحط على المركب دوت او اتش عمل الباليبريدون، عشان كده بقول لكم 2 و3 شبه بعض. فالباليبريدون اللي هو اعتقد هتتسالوا عليه في الامتحان رقم 3 هو نفسه ريسبريدون، بس زودت عليه مجموعه الاو اتش. مجموعه الاو اتش دي بقى بتخليه ممكن يتاخد اي ام، ممكن يتاخد ديبو انجكشن، حقنه تقعد فتره طويله جوه الجسم، نشيل الاتش دي ونحط بقى 14 كربون تشين فاتي اسيد اللي هي البالميتيت. عندكم ثلاث مركبات، الثلاثه شبه بعض ولازم يتحفظوا، غالبا هتتسالوا على واحد فيهم في الامتحان. فادي الحلقه الخماسيه مع حلقه البنزين، ببريدين كربونتين، حلقتين 2 ان و2 دبل، زودت الميثايل والسي دبل بوند او بقى الريسبريدون، حطيت الاو اتش بقى الباليبريدون هو نفسه بالظبط، حطيت الاستر على البالوبريدون بقى الباليبريدون بالميتين. خلصنا الكلام على الانتي سايكوتيك، صفحتين مهمين عندهم اسئله كتير في الامتحان فلازم يتذكروا كويس. وفي الانتي سايكوتيك اتكلمنا على ثلاث كلاسات، اتكلمنا اول حاجه على الفينوثايازين بالسي ار بتاعتها مكان السبستيتيوشن 2 احسن من 3 احسن من 4 احسن من 1، اتكلمنا ان لازم التشين تبقى 3 كربونات، اتكلمنا لو في سبستيتيوشن هيبقى الليفو احسن من الدكسترو، اتكلمنا ان الان الاخرانيه عايزها تيرشري تاي ميثايل او داخله جوه حلقه بيبرازين، ولو في سبستيتيوشن على البيبرازين بيزود الاكتيفيتي. خدنا امثله للكلوروبرومازين البروتوتايب للمركب اللي اخره او اتش علشان يعمل استر مع فاتي اسيد، والمركب الايزوستر اللي فيه الدبل بوند اللي الزد ايزومر بتاعه هيبقى نور. اتكلمنا في الكلاس اللي بعد كده على الفلوروبيوتيروفينون اللي هو الهالوبيريدول، واتفقنا ان الهالوبيريدول الاستراكشر هو الاس سي ار بتاعته. اتكلمنا على الاتيبيكال انتي سايكوتيك، اول واحد الكلوزابين، والكلوزابين الاستراكشر ايدنتيفاي هنفتكره ان هو الوحيد في المنهج اللي داي بنزو، مش بنزو واحده، داي بنزو داي ازيبين، وهو اول مركب اكتشفوه من الاتيبيكال انتي سايكوتيك. وبعد كده اتكلمنا على الريسبريدون الاستراكشر حفظ، والبالي بريدون لما زودته اتش، والبالي بريدون بالميتيت لما عملت منه استر. خلصت الحصه بتاعه النهارده، تذاكر كويس، تحل الكويز بتاعها لو سمحت اول ما ينزل، واشوفكم المره اللي جايه على خير، نتكلم على الادويه بتاعه الصرع بقى، نكمل في الجنان بتاع السي ان اس ان شاء الله. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام كمان مرة، واشوفكم المرة اللي جاية على خير. شكرا وسلام عليكم.